إذا هذا اللي بدينا فيه المرة الماضية اللي كان three intersecting orthogonal axes Z1 هيك Z2 كانت هاي الأرم تطلع وتنزل وZ3 كانت الرست تلف حول نفسها لما مديناهم تقاطع كلهم بنفس النقطة لما يجينا حطينا X قلنا X1 لازم تكون عمودية على البلين اللي بيحتوي Z1 وZ2 مظبوط هاي Z1 وهي Z2 فX1 عمودية عليه ممكن هيك وممكن لما جينا حطينا X2 قلنا X2 بدها تكون ما بين Z2 و Z3 عمودية عليهم Z2 و Z3 عمودية عليهم بالضبط فاضطرينا نحط X1 هون X2 ما كان عندنا خيار هلا عرفنا الزاوية ثيتا 2 هي الزاوية من X1 ل X2 أراوند Z2 بس بوضع الحالي قديش قيمتها؟ أوريدي هي 90 أوكي هاي هي بالضبط النقطة الأوفست فكرة الأوفست فلما جينا رسمنا هذا من هون وجدنا إنه ناقص وهي ناقص طبعا لانه لما بروح من x1 ل x2 باي اتجاه بروح؟ هيك بس الاتجاه البوزيتيف حوالين z2 هيك فصارت ماينس اذا اللي بنعمله الان بنحط اوفست 4 ثيتا 2 قيمته ماينس 90 اللي عملته هون الان هي دخلت بهذا الانستركشن ضفت هون هلا كيف بعرف هو انه الاوفست لثيتا ولا لدي؟ لانه هو عارف انه هاي جوينت ريفيو انا على فكره ما حكيت له حكيت ما حكيت له الاوفست لمين اوكي حكيت له الاوفست الاوفست واضح انه هو للجوينت فاريبل شو الجوينت فاريبل هون ريفولوت واضح انه ريفولوت واضح انه ريفولوت لاني انا ما ذكرت اصلا قيمه ثيتا اوكي فحطينا هلا اوفست من هون هلا كملت عادي خلص كملت عادي زي ما كملنا المره الماضيه فالان لما بعطيه ثيتا 2 0 شو بحط هو ثيتا 2 بضيف لها او بطرح منها ناقص 90 اوكي واضح هاي هذا هو بس الاختلاف كان عندنا المره الماضيه اذا عملنا الان رن لازم نحن نذكرنا اوكي هلا طلع معنا بنفس الوضعيه اللي احنا بنيناها فيها اوكي رغم اني انا اعطيته 0 0 0 هي اعطيته كيو انيشال 0 0 0 لما اعطيته هذول الثلاث زوايا 0 0 0 حط لي اياها بهذا الشكل زي ما احنا رسمناها هناك هي Z1 هي Z2 وهي Z3 من هون كلهم الثلاثة بتقاطعوا في نفس النقطة من هون بس رغم انه حطينا ثيتا 1 0 ثيتا 2 0 ثيتا 3 0 حط X ثيتا 2 حطها ناقص 90 اوكي الطريقة الثانية انه انا لا احط ما احط الاوفست بس لما بعطيه البوز تبعه اعطيه البوز انه يكون 0 ناقص 90 0 او ناقص باي على 2 بصير كمان هاي طريقه ثانيه للحل، هذه هيك اعطتني لاني انا مجبور هون ان اكس 1 واكس 2 اني احط لها اوفست، الاسهل والاحسن اني احط الاوفست هون مباشره، فلما بعطيه 0 بجمع ثيتا 2 0 ناقص 90 وهو الفاليو اللي بحطه في البوز هون فاعطاني نفس البوز اللي احنا حكينا عنه اللي هو هي هيك زي ما بنيناه بنفس الشكل اللي بنيناه المره الماضيه. رح انزل لكم الفايلين